السلام عليكم ورحمة الله تعالى. تفاصيل مهمة جدا يا جماعة، وأربع أحداث أهم من بعض. لا، هما مش أهم من بعض أبدا، في واحد أهم منهم هنبدأ بيه مباشرة، اللي هو بتاع الحاخام الإسرائيلي اللي بيدوروا عليه في الإمارات. عيل تايه يا أولاد الحلال، بيدوروا على حاخام إسرائيلي مختفي من يوم الأربعاء. أنا بنصح الإمارات تبدأ من الفنادق بتاع دبي، ابدأ من الفنادق. الفنادق بتاع دبي دي بتحصل فيها حاجات بلس 99، فهو ممكن يكون بيحب يروح الحاجات دي زي ما الجنود الإماراتيين بيروحوا يقضوا أوقاتهم السعيدة لما بيخرجوا من غزة في فنادق دبي. الخبر الاول اختفاء الحاخام الاسرائيلي مندوب الحاخام الاكبر في الامارات. الخبر الثاني عن احداث مهمه جدا وعمليات نوعيه حصلت في شمال القطاع من غزه وفي رفح. الخبر الثالث عن لبنان وموضوع الخيام، هل مدينه الخيام العصيه سقطت؟ هل بنت جبيل سقطت في ايد الجيش الاسرائيلي ولا لا؟ الخبر الرابع هيكون عن الرشقات اللي وصلت اماكن مهمه جدا واعترافات من قاده الجيش الاسرائيلي اللي تم اقالتهم بان احنا بنعيش اوضاع صعبه جدا. خلينا نبدا مع حضراتكم من الامارات عشان ده خبر مهم جدا. الامارات زعلانه ومحمد بن زايد عمال يتهزق وبيتمسح بشرفه الارض، او بيتمسح بالجزء المتبقي من شرفه الارض. في حاخام اسرائيلي عنده اختفى من يوم الاربعاء، لحاخام اتسيفي كوغان. ماذا لو الحاخام المختفي ده جندي اصلا؟ الصوره اللي تحت، الصوره اللي فوق، مركز مركز، هو ماذا لو الحاخام ده جندي؟ وسائل اعلام اماراتيه بتقول لك ان اللي عمل كده ايران، وان الايرانيين اللي عملوا كده راحوا على تركيا. طب ما رجعوش ايران ليه تاني؟ قال لك لا، رايح اسطنبول، هو عايز يروح اسطنبول، هو رايح عايز يطلع على كوبري البوسفور. طب ما الامارات ده لا مؤاخذه يعني، ايران واخده ثلاث جزر من الامارات بلطجه كده، فممكن يرجع بفلوكه يرجع على الجزر بتاعتهم يعني، عادي جدا يعني. فقال لك لا، ده ثلاثه امارات ايرانيين اللي عملوا كده في الحاخام ده، يعني هو ركبوه الشلاحات وطلعوا من الامارات ومشوا على على تركيا. طبعا تركيا بتقول الكلام ده ما حصلش، بالنسبه لنا كاننا ما سمعناش حاجه اصلا. انت سمعت؟ قال له لا، قال له يبقى ما حصلش. طيب اسرائيل بقى عامله مناحه كبيره جدا وبعت فريق من الموساد، وكمان امريكا بعت فريق من الاستخبارات الامريكيه من السي اي اي للامارات. الاماراتيين قالوا احنا هنحقق، والشرطه الاماراتيه قالت احنا هنحقق في اختفاء الحخاخام. اسرائيل قالت لا بقى، هو مش حخاخام بس، هو كان ضابط بيخدم في غزه. عجبك يا نطع يا ابن زيد؟ ابن زيد قال له طب ما انا عاجبي يعني، وبعدين فيها ايه يعني؟ ما انا باعت وحده عسكريه من الجيش الاماراتي، الكيوت الجامد جدا، الجيش الاماراتي ده جامد جدا، باعت وحده اماراتيه بتخدم في غزه بتساعدكم، فيها ايه لما تبعت لي جنودكم يستجموا عندنا في فنادقنا والغرف بتاعت فنادق دبي والحاجات اللي بتحصل للكبار فقط دي؟ فالجيش الاسرائيلي قال لبتوع المعيز في الامارات اركن يا معز انت وهو، اركن يا نطع منك له، احنا اللي هنحقق. الشرطه الاماراتيه بتاعتك دي لا مؤاخذه تروح تقف حراسه على الغرف اللي بتستاجر في فنادق دبي، اللي جنودنا بيروحوا يستمتعوا بملذاتهم هناك بعد ما بيخرجوا من عناء والشقاء اللي بيحصل لهم في غزه ولبنان، الشرطه بتاعتك تروح تقف لهم حراسه. وقد كان الشرطه الاماراتيه نفذت، ومحمد بن زايد نفذ، والاماراتيين مركوبين ركوب التنين بالنسبه لي من الموساد ومن السي اي اي الامريكي. فاسرائيل عامله مناحه، وسائل الاعلام الاسرائيليه كلها بتتكلم عن الحاخام بتاعنا، تمام، اللي هو اصلا ايه؟ جندي بيخدم في غزه. بس راح البيت الابراهيمي قال لابن زايد انت عندك دين ميكس؟ قال له انا بعرف يعني اقوم باي دور، بشتغل ضابط بعد الظهر في غزه ضد اخواتكم، اجي لك هنا اخر الليل اقضي لي شويه فرفشه في فنادق دبي، وسط النهار كده ما عنديش مشكله بعد المغرب قبل المغرب بشويه اروح اقول موعظه في البيت الابراهيمي، اي بتاع ميكس في الخلاط. تمام؟ ده كان الخبر. الخبر الثاني اللي امام حضراتكم من شمال القطاع. الخبر ده لو ربطته بخبر مهم جدا جدا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، البيان اللي خرج من ابا الرجال من الناطق العسكري اللي قال لك ان في واحده من اللي اتاخدوا يوم 7 من اكتوبر سقطت، وان ده نتيجه لافعال نتنياهو. قلنا في الفيديو التفاصيل كلها، تقدر مباشره الفيديو ده لو ضغطت على اللينك ده هيحولك مباشره على الفيديو. قلنا لحضراتكم ان فكره وجودهم في الشمال لغايه الان، وفكره ان في ناس من اللي اتاخدوا 7 اكتوبر في الشمال، يثبت نظريه الفشل الذريع للجيش الاسرائيلي، وانه ما قدرش يسيطر على الشمال لا من قريب ولا من بعيد. لكن العمليات العسكريه مستمره، مستشفى ساروكا بتقول انها استقبلت اكثر من 13 حاله جايين ليهم من القطاع، حقيقه ما قالتش فيهم حد رايح كريات شاول. استقبال حالات لكن مش هيروحوا كريات شاول، لكن انت عارف اللي بيطلع من عندهم اصابه كده او كده، فانت فاهم ما بيرجع ما بيعرفش يرجع يعود لا للحياه العسكريه في الجيش الاسرائيلي والخدمه مره اخرى، ولا حتى للحياه المدنيه والاقتصاد، خاصه من جنود الاحتياط اللي بيتحملوا الخساره الكبرى جدا 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 في الجيش الاسرائيلي. اما بقى بالنسبه للبنان
فالمستنطع النطة محمد الحسيني بيؤكد ان بلدة الخيام سقطت. المشكلة ان الراجل ده كل تويتة بيعملها اسرائيل بالعربية بتشير له، ايدي كوهين بيشير له، افيغاي ادرع بيشير له، محدش راضي يشير له معلومة ان بلدة الخيام سقطت. ليه؟ لان هم بيقولوا له يا ساقط احنا لسه ما اسقطناهاش، احنا اصلا او ما وصلناش، ما اخدناهاش، ما سيطرناش عليها، احنا اصلا بنتكلم عن حدث صعب جدا 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 حصل في جنودنا، وبنتكلم عن فقدان الاتصال بقاده موجودين في بلده الخيام، وبنتكلم عن 28 طائره مسيره اطلقوا علينا بالامس على تمركزات للجيش الاسرائيلي وتحشدات ودبابات ومدرعات واليات عسكريه. فمحمد الحسين النطعاوي الراجل اللي يعني لا مؤاخذه لا مؤاخذه عملوا فيه البدع، فبيع شرفه لابعد درجه ممكن ان تتخيلها، فعلشان كده ملوش مكان يقدر يستقبله بحقارته وندلته الا ال سعود. هم دول اللي يليقوا معاه، او النهيان دول اللي ينفعوا يكونوا موجودين معاه. فده محمد الحسين النطعاوي. بلده الخيام يا جماعه لم تسقط، الجيش الاسرائيلي نفسه مش عارف يسيطر عليها، ودي اعترافات من الجيش الاسرائيلي للقناه ال 12 الاسرائيليه اتكلمت عنها امبارح. بلده بنت جبيل لم تسقط. فكره ان يبقى في اشتباكات ده مش معناه انها سقطت. طب ما تيجي نتكلم ونعرض الرؤيه على غزه، ما من موضع شبر في غزه الا الجيش الاسرائيلي دخله، هل معنى كده ان هي سقطت؟ لا، لانه مش قادر يسيطر، مش قادر يبقى على الارض امنا مطمئنا، مش قادر يحقق اهدافه. لسه بكلم حضراتكم في البيان بتاع ابا الرجال ان واحده من اللي اتاخدوا من 7 اكتوبر سقطت في الشمال من القطاع اللي هم بيقولوا ان احنا مسيطرين عليه، اللي باعتين فيه قوام فرقتين عسكريتين قوه تعداد الجيش الاماراتي 3-4 مرات، ومع ذلك ما قدروش، ده لو عندهم جيش، ومع ذلك ما قدروش انهم يسيطروا على اي حاجه. فمش معنى انك تدخل في بلده الخيام وفي اشتباكات تبقى سقطت. شيل الموضوع ده من دماغك. الدليل ان الاماكن الحدوديه حتى هذه اللحظه بيحصل فيها اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي باعتراف الجيش الاسرائيلي والاعلام الاسرائيلي، مش كلامنا احنا. دي نقطه مهمه جدا في الحدث الامني الثالث، موضوع الخيام تمام، وموضوع غزه، وكذلك موضوع بنت جبيل وغيرها من بلده الخيام والمدن اللبنانيه. الخبر الثالث، الرشاقات الصاروخيه اللي ما زالت بتخرج على المستوطنات زي حيفا على سبيل المثال. الان يعني منذ قليل تقريبا الجيش الاسرائيلي بث فيديو لحدث امني حصل في حيفا نتيجه لرشقه صاروخيه. وسائل الاعلام الاسرائيليه بثت فيديوهات من داخل بعض المستشفيات زي مستشفى رامبام اللي موجوده في حيفا لعدد كبير جدا من الناس اللي جايه تتلقى العلاج نتيجه لرشقات صاروخيه. الرشقات الصاروخيه كمان على نهاريا. الان كله بدا يتكلم عن فكره ان الرشقات الصاروخيه في حيفا حولت حيفا الى مدينه متوقفه عن العمل. حيفا بتملك ثلث قوة الاقتصاد الإسرائيلي، ثلث القوة الإنتاجية، ثلث القوة الصناعية، كل ده متوقف تماما لأجل أن يبقى نتنياهو على الكرسي. أحداث الأمنية مستمرة، الرشقات بتوصل تل أبيب حتى اللحظة. إسرائيل لو تلاحظوا نبرة الوصول للاتفاقيات مع لبنان غير الوضع في غزة، ولكن نتنياهو بيحاول يلعب بعامل الوقت. أمريكا بتدي لنتنياهو كل الطرق المتاحة ليلعب بعامل الوقت علشان يعمل أكبر قدرة من الدمار في لبنان. اللي في لبنان فاهمين اللعبه دي كويس وبيردوا عليه في اماكن ابعد من فكره التخوم او الاطراف الشماليه لتل ابيب، لا راحوا لمنطقه الوسط. ففي خساره كبيره جدا 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 في الطرف بتاع اسرائيل، مفيش انتصار بتحققه، لانك زي ما بتؤلم غيرك انت بتتالم كمان نتيجه لوقوف غيرك وصموده. اما المنبطحين اللي باعوها بلوشي عشان وجبه ماكدونالدز فدول خسروا المعركه قبل ما يدخلوها مستقبلا.